تأتي معارض الكتب يعني في العالم العربي لتشكل ظاهرة ثقافية عالية المستوى. يعني نحن من خلال زيارتنا إلى المعارض العربية المختلفة في العواصم العربية نجد أنه الإقبال الواضح ما بين مختلف الطبقات، سواء الطبقات الفكرية أو الطبقات التعليمية والسنية والطبقات حتى الطبقات من حيث الإمكانيات يعني المادية. نرى يعني جميع المستويات من المتخصصين والباحثين والناس العاديين، وكما نجد الأطفال يعني يسارعون، يعني يشعرون بأن هذه المعارض عبارة عن مهرجان ثقافي قرائي مشجع. يعني حقيقة ربما نجد ببعض المعارض هناك إقبال خجول على شراء الكتب، ولكن بحد ذاته المعارض يعني كل معرض في الدول العربية له أهميته، وهو يشجع كثيرا على اقتناء الكتب ويحفز خاصة الأطفال والناشئة على القراءة. وكذلك يعني نجد كثير من الطلاب الجامعيين يحرصون على التوجه إلى اقتناء الكتب التي يعني تأخذ صيتا واسعا في عالمنا العربي. أن القراءة تعيش تحديات حقيقة، تحديات على مستوى ما يطرح من أفكار، تحديات على مستوى الوسائل. اليوم أبنائنا ولدوا ونشأوا وأمامهم كمية من الإشباع والإبهار البصري التي توفره التطبيقات الإلكترونية، المنصات الجديدة، الإعلام الجديد، تصاميم الجرافيكية، كلها اليوم أبنائنا متجهين لها بشغف ولا يلامون على ذلك. ولكن الآن تقع المسؤولية أكبر على الوالدين في المنزل وتحبيبهم بفعل القراءة، مسك الكتاب، القصة قبل النوم، ووسائل أخرى كثيرة، الكتاب السمعي وغيره. كذلك المدرسة، دور المعلم رئيسي وأساسي، المؤسسة التربوية بشكل عام، كذلك الأندية التربوية، وكذلك نحن اليوم في معرض الكتاب أحد الوسائل والروافد المهمة لتعزيز ثقافة القراءة. فنقول كما قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أنا تعلمت القراءة من أمي، كانت تحضر لي القصص الكثيرة والكتب، حتى الكتب المدرسية كانت تعطيني إياها لكي أقرأها، وإن قرأتها كاملة ستعطيني مفاجأة، وهذا الشيء الذي كان يرفع معنوياتي وحماسي.